شلونك استاذ؟ شلونك انت سعد؟ والله انا مو زين. ليش؟ سلامتك. والله مو زين لان للاسف وصلنا الى مرحله بانه اعلى صرح ادبي واعلى صرح اكاديمي. نعم. واعلى صرح موجود في العراق اللي هو الجامعات وجامعه بغداد بالاساس، ها يعني وصلنا الى درجه من الفشل. ليش تقول هذا الكلام؟ الالتزام وعدم احترام استحقاقات الطلبه وعدم تقدير لمجهودهم، ومسألة مخزية. الآن أنا لو أسولف لك، يلا سولف لي، خلينا نستثمر الوقت. سولف لي. إيه نستثمر الوقت. نعم نستثمر الوقت. يلا. إحنا مجموعة من الطلبة. نعم. إحنا مجموعة من الطلبة حوالي بينا 15 طالب. نعم. دخلنا إلى كلية الآداب جامعة بغداد. أي كمل. لغرض دراسة الدبلوم العالي عمليات نفسية. نعم. تخرجنا وناقشنا بتاريخ 15/4/2021 آخر واحد أنا ناقشت. طيب المفروض بعد 40 يوم يزودوننا بالأوامر الجامعية. جيد، شنو اللي صار؟ لم نزود بالأوامر الجامعية. ليش؟ قالوا أكو خطأ إداري إحنا وقعنا به، يعني هي الكلية وقعت به. شنو الخطأ هذا؟ الخطأ الإداري، إحنا المفروض ما يزودوننا مدتين تعويضية، ها المفروض يزودوننا مدة تعويضية واحدة بسبب جائحة كورونا وما شابه ذلك. ها أنا طالب، شنو ذنبي بهذا الموضوع؟ أحسنت. أيه. أنا كطالب ما ملزم أن أعرف الأنظمة والقوانين. طيب شنو الإجراء؟ من غير أن أراجعكم. سعد شنو الإجراء اللي صار؟ الإجراء اللي صار اشتكينا ورحنا وجينا، صارت الكرة، احنا صرنا كرة مضرب بين الكلية ها وبين الجامعة. نعم. الجامعة قسم الدراسات يقول انا مفهومي للكتاب هذا انه انتم تزودون بمدة تعويضية واحدة. نعم. الكلية تقول لا انتم تزودون باثنين. طيب سعد ابقى وياي حتى حولك على شؤون المواطنين ونشوف نتيجة هذا المشاكل او هذه المشكلة شنو حلها.